باش نجاوب السؤال اللي بالكم في العنوان. غادي نعاود لكم واحد القصه حقيقيه وقعت ليا وهي اللي خلاتني ندخل في المجال ديال البيزنس ونحاول ندير المشروع ديالي. غادي نحاول نحكيها لكم كيف ما طرات ونحاول نخرجوا منها العبر والحكم ديالها وغادي نجاوب على السؤال ديالنا بطريقه شويه يعني مضحكه وزوينه. كنت جالس مع واحد المجموعه ديال صحابي وصحاب صحابي ناس ما كنتش كنعرفهم كاملين عتعرفت عليهم وكنت يعني كانت جماعه اللي كنا جالسين فيها شويه يعني متخلطه كل واحد شنو كيدير كل واحد الدومين ديالو كل واحد هذه صلاغي هذه مثلا مقاول ذاتي هذه عنده شركه ديالو الى اخره. المهم كنا كنهضروا على الحياه اون جينيرال الحياه هنايا كي دايره لي شارج المصاريف بزاف يعني كندوي على كل شيء دو تويغ شويه دخلنا كنذكروا على لي صالير يعني اذا شحال شي خصو يكون دو الصالير باش يعيش مزيان ايتترا كل واحد دا كيذكر تقول والله انا كنتخلص مونطون فلان فلاني مثلا 2000 2500 الاورو 3500 ويا غادي وشويه واحد السيد كان جالس معنا كان هو الكبير فينا تكون تقريبا عنده واحد 50 ما بين 50 حتى 55 سنه وشويه وي يعني دار واحد واحد لا رياكسيون على واحد الهضره السيد فينا كان قال جو كان تري بيان في الحمد لله يلا خد الدار ديالي كريدي خرج الطوموبيل واعره حتى هي كريدي دا قال لي اسمح لي نسول قال شنو هي بديت نضحك بدا ديك هلاكا وبديت نضحك قال شنو هي بالنسبه لك جو كان تري بيان طافي يعني كتربح مزيان حياتك قال له بالنسبه لي ان صالير ديال 2500 الاورو كان اللي كنشد كيشد 2500 الاورو يعني مزيانه ليا بخير الحمد لله انا درت بها بزاف ديال الحوايج. قالوا بالنسبه لك انت تسريضه وتسريط موبيل وكلهم كريتي وكتلبس مزيان هذه هي هكا كتقدر الثروه الماليه ديالك. قال له واش كيفاش باش نقدر الثروه الماليه يعني شنو بغيتي يكون عندي؟ قال له لا غير سولتك بغيت نفهم وصافي صافي. حنا بقينا كنشوف بعضياتنا هكا ما فهمناش لا رياكسيون ديال داك السيد هكا كيفاش بحال اللي ماشي احتقر او بغى يستفزنا ولاني انا بوغ مو جاتني بحال تصرفيقه يعني تيوكدك تيقول مثلا داك الصاله اللي كتشد انت ديال 2500 او 3000 اورو عند واحد خدام عنده شركه يعني راه بوغ لوي راه والو يعني بقيت كنصور راسي بزاف تقول هاد السيد اللي كان جا هاد الصاله هذا عادي وضحكوا شحال يكون كيشد. وقلت له سمحني نسولك شنو كدير انت يعني فيدنا بالخبره ديالك باش نعرفوا شنو يعني شنو المغزى من الكلام ديالك. قال لي انا كندير داكشي ديال لا رينوفاسيون كندير الاصلاحات في الديور في الفيلات في الابارتمون في لي بافيون الى اخره. هادشي كامل كنعاود لكم عليه دار هنايا في باريس في باريس عندي شركه ديالي وعندي الناس خدامين عندي الى اخره. قلت له واخا دونك كتشد لي مارشي وكتبدا تخدم للناس داكشي اللي بغاو يديروه يعني لو زعما كيفاش بديتي ودرتي شركه ديالك واش يلاه على الدخله بديتي اولا شنو؟ قال لا كنت جيت بديت بالقرايه هنا بغيت جيت هنا فرنسا نقرا باش كنحاول زعما نعاون راسي كنخدم شوفيور بالليل وبالنهار كنت ندير القرايه. في الاول كنت كنحاول زعما يعني نكابر ونمشي ولكن مع الوقت ما بقيتش قد وكان ضروري خصني نصرف على راسي ما يمكنليش نحبس من الخدمه. دوكو شنو درت؟ خليت القرايه ومشيت بديت كنخدم في البني دومين اللي تيخلص مزيان هنايا في فرنسا يعني بني محقوش بالعكس كتلقى بني كيقدر يشتت ما بين 700 حتى 1000 درهم في النهار اللي هي تقريبا 70 حتى 100 اورو في النهار يعني فريمون تيتخلصوا مزيان. صافي بديت كنتعلم شويه شويه غير انا كنت شويه يعني قافز مثلا مابقاش في بلاصه وحده كنحاول مثلا نتعلم البني مره ملي كيجيو الناس ديال الضو والمال بلومبري وتريسيان كنحاول باش نتعلم منه كنعاونو كنوقف معاه ملي كيجيو الناس ديال الصباغه كنمشي نصبغ معاهم ملي كيجيو الناس ديال الالومنيوم كنمشي نتعلم حتى انا ديال الالومنيوم. بقيت هكا خدام واحد 10 سنين وانا كندير هادشي حتى جا النهار اللي خديت فيه خبره كافيه وكنعرف نقيس في كاع لي دومين ديال هادشي ديال الاصلاحات. قلت علاش لا غادي نبدا بشركه ديالي غادي نخدم معايا الناس اللي كانوا ديجا خدامين معايا غادي نجمعو ونتشاركو ونبداو كنخدمو لي مارشي الصغار شويه بشويه. فعلا بدا ونطلق هكا باش نخدمو مارشي صغيرين يعني واحد كيشري دار مثلا ديالو يعني اوكازيون كيبغي يصلحها يقدر تعيط ليهم تعيط لك السيد تيجي تصلح له كلشي كيدير له الدوبي تيخدم تيبدا يخدم كيشد له كلشي من الاول يعني من البني حتى الصباغه حتى اللي دخلوا الدول مات كلشي يعني كل صافي. بقى هذا الحال خدام والحمد لله غادي مزيان جوسكا ماتنو. وشويه دخلنا معاه قلنا له دونك لا ريمونيغاسيون ديال كيفاش كتكون واش عندك صالير ولا شنو كيفاش كدير تخلص كيفاش كدير؟ قال لي يا فوالا لي مارشي مثلا غندخل على مارشي عادي صغير مثلا ابارتمون في باري
اللي كنهضر على ابارتمون باغي تنقول لهم واش ابارتمون اللي ساويه 600-700 مليون غادي ندخل عليها مثلا عندي قليله فيها واحد 100 مليون ولا 150 مليون ديال الاصلاح. يعني تنحيد منها مثلا السلعه ديالي الخدامه ديالي كنخلصهم مثلا ندير لهم كونطرا كنخلصهم شهريا وداك الشيء اللي بقى كنفرقوا مثلا على حسب شحال غادي مده شحال غادي نخدم مثلا غنخدم 3 شهور 4 شهور ولو غير تبقى لي انا. يعني مثلا درنا حساب غير ديال مثلا 60% كامله كتمشي غير في الخدامه في السلعه كتبقى له واحد 40% يعني اللي كان عنده مارشي ديال 100 مليون كيدي 40 ديالو صافيه وكيبقى له داكشي اخر باش يخلص الخدامه والسلعه ديالو. دابا انا عاد فهمت كيفاش بالنسبه ليه جاتو ديك 2000 او 3000 الاورو في الشهر جاتو جاتو حقيره وماشي شي حاجه. قلت له الحاجه اللي كانت كتخلع الحاجه اللي اونفيت لي لافونتاج ما بين خدمه سالاري والخدمه خدمه في بالك سي كو سالاريا في الوظيفه كتكون عندك واحد الحمايه. يعني وقعت شي مشكل انت ما كتسوقش يعني الشركه هو اللي كتجي فيه الدقه انت كتبقى سالاري كتخلص ما عندكش واحد الريسبونسابيلتي لا مشات شي مارشي ولا هذا. يعني انت كدير خدمتك وكتخرج فحالك يعني ما كتبقاش تفكر في الخدمه من بعد ولا شي حاجه. هذه هي الحمايه اللي عندك وكتبقى ابخي عندك لا روتريت عندك مثلا بزاف ديال الحوايج. قلت له اما مثلا ملي كتكون مقاول ولا عندك شركه ديالك يعني انت كتكون مسؤول على بزاف ديال الناس خدامين معاك انت خاصك توفر لهم الخلصه ديالهم. الا شي نهار مثلا ما كانوش عندك لي مارشي بزاف كيفاش غادي تتعامل مع الوضعيه؟ قال لي سهله قال لي داكشي ديال لا روتريت ديال التقاعد مثلا ديال لاسيورونس ايتترا قال لي انا ممكن كنخلصو على راسي يعني ماشي غنبقى خدام حياتي كامله وما كنوفرش واحد شويه الفلوس باش نجي نلقى التقاعد من بعد. داكشي ممكن ديرو بواحد حاجه اخرى ملي كتكون عندك ان كوميرس ولا عندك ان بيزنس ماشي خصكش تصرف الفلوس كاملين اللي كتربح. داكشي اللي كتربح كتحاول تاكل منه القليل باش توفر منه وتعيش منه والشيء الاخر كتحاول تانفيستي في باسيف انكم. باسيف انكم شنو هو؟ واحد الحاجه كتحط فيها الفلوس وكتبقى خدامه بوحدها وكتحاول ترجع لك ريفينو يعني واحد المقدور ديال المال اللي قليل ولكن تيبقى مداوم واللي عمره ما غادي يوقف. قال لي حاجه اخرى مثلا انا خدام في هذا الدومين ديال لا رينوفاسيون كنحاول انفيستي في مشروع اخر اللي ما عندوش علاقه مع الدومين ديالي بس حتى شي نهار وقف لي داك وقف لي هادشي اللي كندير كنلقى عندي دومين اخر خدام فيه وغادي كالي عليا اون اتوندو مثلا ديك لا كريز دوز او المارشي عاودي نجيب كليان جداد الى اخره. نجاوب على السؤال ديالنا دابا واش تيخصني نوقف من الخدمه اولا من القرايه باش نركز على البيزنس ديالي سواء كان في الويب اولا كان واقعي. انا معكم في واحد القضيه سيكو ملي كتبغي تكونسونطرا في شي حاجه وبغيتي تعطي اكثر تيخصك تعطيها اكثر وقت. ونقولها لكم بالتجربه ديالي كنت في هاد الوقيته ديال الكوفيد اللي كلشي وقف من الخدمه كلشي كان جالس دوبلت الجهد ديالي والوقت ديالي اللي كنت كنعطيه مثلا خدمه اخرى مع شركه اولا كنت كندير حوايج اخرين البيزنس ديالي والمدخول ديالي ضعف بجوج حتى ثلاثه ديال المرات لان الوقت اللي كنت كنعطيه وتا لا كونسونطراسيون ملي كتركز على حاجه وحده كتعطيها اكثر وهي حتى هي كتعطيك اكثر. يعني عطيتيها تعطيك هذه هي. يعني متفق معكم بهذه الناحيه ولكن خاصكم تعرفوا في البدو ديالكم في الخدمه في الويب او اي بيزنس اون جينيرال ما تيوكلش طرف الخبز. شنو كتقصد بديك طرف الخبز؟ اللي هي تخلص مثلا غير المصاريف الشهريه ديال الكرا الماكله الشراب اللباس الترونسبور ديالك ما غاديش يخرجهم لك او لا حتى الا نجحتي يلا غتلقى راسك الدار مع هادشي اللي عاد قلت لك دابا ماكلتك خلص الماء والضو والترونسبور ديالك اسيتي ما كنهضرش على لي كا لي سبيسيو اللي كيجي مثلا كتستقلو كاين اللي كتستقلو كيدير ايتود ديالك كيلقى واحد هاد الوينين بروداكت وكيمشي واحد السيت اب ديال الاس كيمشي واعر وكيبدا كيبيع تيبقى يدخل ملايين في الشهر ما كنهضرش على داك لوكا هذاك قليل لان مثلا هذاك كتلقى 1% هو اللي كتستقلو ماشي كلشي كتستقلو كنهضرك على لوكا جينيرال ديالي بحالي انا وياك انت بدينا كتلقى دائما يلاه كتدخل مثلا مبيعه وحده في الشهر جوج في الشهر كاين ما كيدخل والو كاين اللي بقى 3 شهور يلاه كيدخل مبيعه وحده وكتخرج له والو كاع ديك انت داك الربح ديالو كيمشي له مثلا غير في الاس كيمشي له غير في الشيبينغ كيمشي له غير في هادشي. يعني الويب تيخصك دائما تعطيه الوقت باش عاد يبدا كيدخل لك الوقت ما محددش ولا نقدر نقول لك من واحد 3 شهور 4 شهور حتى العام شحال من واحد تيحل مثلا غير ستو ديالو ماكلا سناك ولا اي حاجه اي بيزنس راه تيخصو يصبر عليه واحد العام باش يلاه كيولف لاكليونتيل كيولفوه تيعرفوا الكاليتي ديالو خاصو يعطي الطق في اليامات الاولى يبقى ديما حال يبقى يطيح في الثمن باش يتعرف عاد ديك الساعات تيولي معروف كيوليو كليان كيجيو بوحدو كيولي كتخدم البوش هواي فهمتيني. يعني بان كيبدا كيدوي تيقول لك هذاك خونا فلان واعر عنده برودويات واعرين عنده قص واعر زوين كدا سير عنده فهمتيني ما كتبقاش تحتاج حتى لا اشهار لا حتى شي حاجه كلشي كيبدا كيجي بوحدو. لهذا عمرك ما تفكر تخلي كلشي باش تبدا في الويب او في بيزنس اون جينيرال ضروري ما يكون عندك ان باك اب
لي او موان تيخلص لك من تقول كان باك اب لينا شي حاجه يعني بلون بي بلون سي بلون دي اللي بغيتي شي حاجه اللي كتخلص لك المصاريف الشهريه ديالك. الحاجه الثانيه اللي بغيت نقول لك سكو فديك الوقيته اللي كتكون انت خدام فيها عطيكم لي دوكا مثلا انت قاري واحد تيقرا واحد صالاري ملي كتكون انت مازال طالب كتلقى عندك واحد سبونسر. شكون هو داك سبونسر؟ هو والديك ساكن معاهم او لك انت ساكن بعيد هو كتلقى تيخلص لك مثلا السكن ديالك الماكله ديالك الى اخره. يعني انت ما كتفكرش في الحاجات الاولويه ديالك باش تعيش. يعني شنو المقصود من هذا الشيء؟ يعني عندك وقت اكثر باش تركز على البيزنس ديالك، عندك داكشي اللي غتبقى تدخل من البيزنس في الاول كله غادي يكون يعني ربح صافي ما غتخلص به حتى شي شخص. نفس الحاجه بالنسبه لداك السيد اللي تيتخلص واخا تكون الخاصه ديالك غير 2000 ولا 3000 درهم، ديك الخاصه ديالك هي واش كتخلص بها مثلا الكرا المونطو ديالك الماكله الترونسبور الى اخره. يعني اي حاجه وليتي كتدخلها من داك البيزنس ديالك اللي غتبلونسيه يعني كله غادي يدخل في جيبك. يعني اما غادي تانفيستي في حاجه اخرى اولا غادي تسيفي يعني غدير شويه لي بارن يعني كتخبي فلوسك وكتبقى تجمعهم حتى دير شي حاجه بهم. دونك في لي دو كا نفس النتيجه سواء كنتي كتقرا سواء كنتي كتخدم هذاك الباك اب ديالك هو اللي تيخليك تعيش وداك الشيء المدخول ديالك اللي كيجيك من البيزنس ديالك كتخبيه في كنت اخر. يعني خاصكم فريمون تستغلوا هذه الفرصه وهاد لا ترونج داج اللي راكم فيها ديال ما بين 17 حتى 25 عام ديال القرايه اولا ديال الخدمه اللي كتكونوا بديتوا فيها باش تجربوا بزاف د الحوايج تجربوا بزاف ديال الافكار تبدا بمشروع ويفشل لك وتعاود تبدا واحد اخر ويفشل لك. راه شي حد مشاريع انا شخصيا بديتهم وفشلوا لي. يعني هذه هي الوقيته فين عندك الحق تفشل وتجرب وتكتشف. اذا ما جربتيش دابا راه غادي يمشي لك الحال. من بعد ملي غادي تلقى غادي تدخل غايولي عندك التزامات مثلا غادي تزوج غادي يولي عندك كريديات غادي يولي عندك الدراري ما غتبقاش تلقى الوقت لهذا الشيء. غادي تقول لي ما عنديش الوقت ما عنديش الوقت باش يلاه كنفرح ما بين قرايتي وخدمتي والبيزنس ديالي. غادي نقول لك انت كتضيع الوقت. علاش؟ نهار فيه 24 ساعه انت كتخدم كاع تقريبا ولا كتقرا 8 سوايع في النهار. شحال كيبقى في النهار؟ كتبقى لك فيه 16 ساعه. نقولوا مثلا غادي تنعس 6 سوايع 7 سوايع كافيه 6 سوايع راها كافيه. غتبقى لك 10 سوايع. ديك 10 سوايع اشنو كدير فيها؟ كتمشي كتعصر في القهوه لكن تي بنت كتبعيني كتمشي تضيع الوقت ديالك في الشوبينغ في الماكياج كتضيع الوقت تبريك الدراري العصير في القهوه البيار كره ما صار ما عرفت نقول لكمش انا ما ديروش هادشي مي عطاتكم غير مثال في كتضيع الوقت الفراجا نتفليكس. يعني كتبقى لك 10 سوايع في النهار كامله كتضيعها في الخوال خاوي. 10 سوايع راه النص ديال النهار ممكن دير فيه حاجه اخرى. نخليكم مع واحد المقطع ديال ايلون ماسك اللي غادي يعطي فيه واحد الفاكتور كلي ديال النجاح ديالو وغادي نحاول نفسر لكم بعد وغنترجم لكم. And then just work like hell. I mean, you just have to put in, you know, 80 to 100 hour weeks every week. I mean, if other people are putting in 40 hour work weeks and you're putting in 100 hour work weeks, then even if you're doing the same thing, you know that in 1 year you will achieve what they achieve. You will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. دونك هنا ايلون ماسك شنو قالنا؟ قال لك ورك لايك هيل يعني خدم بحال اللي راك عايش في الجحيم ما تفكرش في شي حاجه اخرى من غير الخدمه. تخدم ما بين 8 حتى 100 ساعه في السيمانه. اغلبيه الناس يخدموا ما بين 35 حتى 40 ساعه سواء كانوا تيقراو او لا تيخدموا. هو تيقول لك خدم ما بين 80 حتى 100 ساعه. علاش؟ من هذيك 100 ساعه في النهار هي تقريبا 4 ايام كامله خدمه نون ستوب. اما لو قسمتيها على 7 ايام بحال اللي راك تخدم 16 ساعه كل نهار. وهذا الشيء اللي قلت لكم 16 ساعه كل نهار هي اللي غادي تخليك تقرب النتيجه وغادي تخليك تختصر الوقت باش توصل للنجاح اللي راك باغيه باش تكبر تطور المشروع ديالك وتربح الفلوس. هذا الشيء اللي حنا باغيين كاملين. قال لك الا كانوا الناس يخدموا غير 40 او 35 ساعه انت خدم الدوبل ديالهم باش تفوتهم عمرهم ما غادي يقدروا يوصلوا لك. الا هما كانوا غادي يوصلوا لواحد النتيجه في عام انت راك ممكن توصل لها غير في 5 شهور. دونك ايماجين الفرق ما بين هذا السيد هذا وانت اللي كنتي كدير كتضاعف المجهود ديالك. يعني الا كنتي كتقول انا باغي نوصل للحريه الماليه ديالي في 50 عام داك السيد اللي غايدير هذه الخدمه اللي تنقول لك اللي دارها ايلون ماسك راه غادي يوصل لها مثلا في 35 عام. دايور كندير لكم واحد الفيديو تنوريكم شحال تنخدم في النهار وكيفاش كنرتب الخدمه ديالي. غادي نخليها لكم هنايا في تحت الديسكريبشن حتى بغيتو تشوفوها. كاين شي واحد ناس اخرين تيسولوني شنو هو الوقت المناسب باش نبدا فيه الخدمه ديالي ولا ندير فيه المشروع ديالي. كما قلت لكم الوقت المناسب هو اللي كتكونوا مازالين مع والديكم مازالين تيخلصوا عليكم دوك المصاريف الاولويه ديالكم اولا كتكون يلاه بديتي الخدمه ديك العامين او السنين الاولى. يعني ما بين 17 حتى 25 سنه هذيك هي الوقيته اللي خاصك تكون بديتي وقفتي واحد جوج ولا ثلاثه المشاريع على رجليهم كيدخل لك واحد المدخول
محترم. من هاد التفسيرات وهاد العبار وهاد الحكم كاملين اللي شفناهم انا وياكم، كنظن بان باش نحلوا نلقاو جواب للسؤال ديالنا تيخصنا نطرحوا على راسنا السؤال بطريقه مزيانه. يعني بلاص ما غادي تقول واش تيخصني نخلي قرايتي ونخلي خدمتي باش نركز على البيزنس ديالي، تيخصك تقول فوقاش غادي يجي الوقت اللي غادي نعتمد غير على البيزنس ديالي. هذا هو السؤال اللي خاصكم تطرحوه، وهذا هو السؤال اللي خاص تقلبوا على الجواب ديالو. النهار اللي غادي تعرفوا بانكم خاصكم تركزوا على البيزنس ديالكم، هو النهار اللي غادي تشوفوا داكشي اللي كتدخلوا في البيزنس ديالكم كتدخلوا اضعاف ديالو في 3 في 4 من الخدمه ديالكم اولا من داك المصروف اللي كنتو كتخسروا ولا كيعطيه والديكم. تما كتجي تقول اتس تايم، يعني حان الوقت باش نخلي كلشي ونركز على البيزنس ديالي. اتونسيون، غير بالنسبه لشي ناس غادي يسحابهم تقول لكم خليو كلشي، خليو قرايتكم وخليو خدمتكم. لا دايو، هذا هو اللي غادي يكون الموضوع ديال الفيديو الجايه اللي غيكون العنوان ديالو علاش تيخصني ضروري يكون عندي ديبلوم وخصني نقرا ونكون خدام باش نبدا البيزنس ديالي. ما عمر ما تخليو شي واحد يقول لكم خلي قرايتك خلي خدمتك باش تركز على البيزنس ديالك. بالعكس، لا، خذ الدبلوم ديالك ديرو في جيبك، حيتاش حنايا دابا واحد العالم اللي صعيب وقاصح بزاف، وباش نوصلوا لداكشي اللي باغي اللي كنطمحوا له باغي نوصلوا له خصنا نديروا واحد التضحيات. من دوك التضحيات هو كنضيعوا شويه الوقت ديالنا في الخدمه عند انسان اخر، اولا كنقراو شي حاجه اللي غير ما باغيينهاش، اولا اللي كتضيع لنا بزاف ديال الوقت. ولكن خصنا نكونوا واقعيين، تيخصنا ندخلوا في داك المول، في داك القوقعه اللي كلشي كيجبرنا ندخلوا فيها، تيخصنا ندخلوا فيها وناخذوا منها كاع داكشي اللي بوزيتيف، داكشي اللي ايجابي. ولاني الفرق بيننا وبين ديك الناس اللي هو دايرين واحد البيزنس بلان، لان واحد البلان اللي هو تنقولوا غادي يجي الوقت المناسب باش غادي نخرج من ديك القوقعه وغادي ندير داكشي اللي بغيت. يعني استغل كل استغلالي وخذ غير ايجابي من داكشي اللي تيقريونا وتعلمونا وكيجبرونا نديرو، وهادشي اللي غادي نهضروا عليه في الفيديو الماجيه. هذا ما كان، نتمنى تكون الفيديو عجبتكم، نتمنى نكون حاولت نوصل لكم الفكره ديالي. شي مرات كنلقى صعوبه باش نوصل لكم الافكار اللي كيدوروا لي في راسي، حاولت نفسر لكم ونجاوب لكم على هذا السؤال هذا اللي كتسولوني ليه بزاف بطريقه مغايره على الفيديو ديالي اللي فات. وغنحاول نكثر من هذا الفيديو الى عجبكم، نبقى نهضر لكم على قصص بحال هكا ونحاولوا ناخذوا منهم العبر والحكم اللي خصنا نستافدوا منهم. غادي نحاول ما نغبرش عليكم، هادشي بطبيعه الحال تيبقى عليكم الا شجعتوني بلايك وبكومونتير وبارطاج. بطبيعه الحال هادشي تيخليني نزيد نعطيكم اكثر وما نغبرش عليكم. نتمنى ما نكونش طولت عليكم وكنت ضيق خفيف عندكم. شكرا بزاف، نشوفو في الفيديو الجاي ان شاء الله.